اكمل اكتر. طيب عمر، كلمني عن دورك في مؤتمر الشباب السنه دي. سي الموضوع يعني حاجه كانت unexpected ومش بلاند خالص، يعني حاجه مش مترتبه، بس كله بدا بان انا نسمه الشاذلي وستار داست بي ار كلموني وقالوا لي احنا عندنا توبيك مهم هنتكلم فيه وطالعين المؤتمر الشباب السنه دي هنتاكل الحته اللي هي زي ما تقولي كان ستيجما قديمه والناس كتير بتفكس لها ومش بتتكلم فيها، حوار المينتال هيلث. انا اتحمست جدا زي ما بقول لك، ودي حاجه انا بشتغل عليها بقالي 3 4 سنين. الصحه النفسيه بالظبط، الصحه النفسيه قبل البدنيه ده مهم جدا. انا مدرب رياضي بس انا عارف بجد دي اهميتها ازاي، فاتحمست جدا ومظبطين توك كده هو لطيف. المفروض ان انا يوم الاربعاء ان شاء الله في الفريدوم هدي سبيتش على حته الادابتيفنس وحته التاقلم على الحاجات اللي بتحصل لك وعلى الابسايد داون زي ما قلنا، فان شاء الله نعمل حاجه حلوه جدا يعني. ان شاء الله ربنا يوفقك.